بأن هذا هو الشوط الأكثر عددا حتى هذه اللحظات. المقدمة والصدارة مع جبارة للسيد ناصر من قريان الشقاق الهاجري، المركز الثاني، المركز الثاني الفائزة بخيت بن عويضة المري، وثالث المراكز من الجانب الأيمن. لحظات ونتعرف عليها. إذا حتى نتعرف على حاملة الرقم أو حاملة المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث شواهين محمد بن صالح آل سعد، ورابع المراكز الواعية سيف بن محمد بن دايل النعيمي، والمركز الخامس، المركز الخامس حاملة الرقم 28. إذا هذه غير مسجلة في الكشف. على العموم عودتنا إلى المركز الأول وإلى براقة، سعيد بن راشد بالأسود ينطلق مع براقة على المركز الأول، والسبوق سبوق سواء الحجم صغير ولا كبير، كون أن هذه البكرة صغيرة جدا وتخوض هذه المعركة الصعبة والكبيرة للغاية. الله، شوف أيضا، شوف بخيت بن حمد بن عويضة ينطلق الآن، علي بن بخيت بن عويضة مع اللي هي الفائزة، الفائزة بخيت بن عويضة المري انطلق الآن في المركز الأول، وهذه المتسللة مالكها وين مالكها؟ نبي نعرف اسم صاحبة المركز الثاني. إذا لم نتعرف عليها تغير إلى الصدارة وإلى المركز الأول، وعادت مرة أخرى، عادت مرة أخرى جبارة ناصر من قريان الهاجري. الله، بعد أن تأخرت تفاجئنا في هذه اللحظات. الله، وصلت المتحدة، انطلقت المتحدة أو هذبة، هذبة تهذب الآن. محمد بن طحنون بن مهيرة ينطلق الآن، يبدو إنها من سلالة المتحد. سلامي على هذا الانطلاق يا بن طحنون. المركز الثاني شاهينية، على المركز الثاني ناصر أو جبارة ناصر بن قريان الشقاق الهاجري، المركز الثالث علي بن بخ أو بخيت بن عويضة المري مع الفائزة. من فازت على المركز الثالث؟ التوقيت أو المركز الثالث لم نتعرف عليها، التوقيت 2:10:84. تهانينا للسيد مبارك أو محمد بن طحنون بن مهيرة على انتزاع هذا